كثير منكم صراحة عجبوا المقطع وكثير منكم حاب يتعلم، فزي ما وعدتكم اليوم راح أعلمكم على الستريم لابس. راح تكون الأشياء البسيطة اللي تحتاجون تعرفونها، وبعدين إن شاء الله راح ندخل في التفاصيل. أول شيء هذا الموقع حق الستريم لابس، تجون هنا وتسوون داونلود بيتا عشان ينزل البرنامج عندكم. راح أحط لكم رابط التحميل طبعا بالديسكريبشن بصندوق الوصف. بعد ما تحملون البرنامج راح نفتح البرنامج ويجيكم زي كذا، تبغون تسجلون دخول بتويتش ولا يوتيوب ولا الميكسر ولا فيسبوك. هذه الأشياء اللي تقدرون تبثون منها عن طريق الستريم لابس. طبعا احنا راح نختار تويتش عشان انا راح اعلمكم على التويتش. اوكي، اول ما تسجلون دخول راح يجيبكم هنا هذه الصفحة الرئيسية، هنا الاديتر، هنا تعدلون على كل شيء حيكون متواجد في البث، في السينز سوري، وهنا السورسز. السين اللي هي الصفحات اللي تتحكمون فيها، ممكن تسوون 3-4 صفحات. انا راح اسوي لكم الاشياء اللي انا مسويتها هنا، اللي هو تحطون صفحه البي رايت باك، صفحه الستريم ستارتنج سون، وصفحه الجيم. راح نبدا مثلا نقول اول شيء راح اسوي لكم زي تحطون ستارتنج سون. اوكي، إذا حابين هذا مو شيء إجباري طبعاً، starting soon. بعدين تجون للsources هنا، نضغط add، نروح للimage، بعدين تكتبون خلوها زي ما هي، نروح add، بعدين browse، نجي هنا twitch. طبعاً موجود عندي كل أغراض twitch عشان أعرف أرتب نفسي، وهنا starting soon. اوكي، نحطها ونضغط دن. اوكي، هنا حطينا الستارتنج سون. الحين نقول نبي نسوي السين حق الجيم اللي هو الشيء الاساسي اصلا. نكتب فورتنايت. طبعا كل لعبة على حسب، اذا انتم حابين تسوون لكل لعبة سين معين. نجي للسورسز، نسوي اد. راح اعلمكم اول شيء على البي سي، اذا كنتم انتم تبون تبثون من البي سي تحطون جيم كابتشر اد، بعدين نكتب مثلا اسم اللعبه او ممكن تخلونها جيم كابتشر اللي تحبون. هنا راح نحط كابتشر سبيسيفيك ويندو، بعدين الويندو تختارون اسم اللعبه. طبعا انا مشغله ذا سيمز حاليا، فراح نشغل ذا سيمز، بعدين نضغط دن ونضبط الويندو. اوكي، بعدين نقول نبي نضيف الكام، نجي هنا نحط فيديو كابتشر ديفايس، تضغطون اد، بعدين تحطون تكتبون ويب كام او وات ايفر ايش تبون تكتبون، اكتبوا اللي تريحكم. هذه انا هاي. هنا كله تمام، ما يحتاج تغيرون شيء، تضغطون دن. من هنا تلعبون، تصغرون، تكبرون، تسوون اللي تبون. إذا كنتم زيي عندكم جرين سكرين راح نضغط كليك يمين هنا، وبعدين نحط هذا نحط فلترز، نحط اد، وبعدين نحط اللي هي اسمها كروم، اللي هي اسمها كروماكي، هذه نحطها، نسوي دن، وراح نلعب بالألوان إلين ما يضبط معانا. يعني لا مو كذا، نخلي هذا طبعا واحد واحد، بعدين نلعب بهذا اللي فوق، هذا هو اللي نتحكم فيه. اوكي، كذا صار تمام، كذا صار تمام. تشوفون هنا تمام، فل فل الفل. وهنا تلعبون بالالوان، الاضاءة كذا كذا اللي يريحكم، يعني تسوون اللي تبون من هنا. بعدين نقول تبون تضيفون الاطار حق الكام او اي شيء عندكم، نروح للاد اجين، بعدين نضغط ايمج اد، نكتب مثلا اوفرلاي، ان شاء الله انهم يسمونها كذا. تحطون هنا اد نيو، مو تحطون اد اكزيستينج عشان حيجيكم اللي هي حطيناها اول ستارتنج سون، لا تحطون اد نيو. بعدين براوز، راح احط هذه الثانيه اوكي عشان حقت فورتنايت فيها الكود حقي كود على اندرسكور ام ار. المهم هنا، وبعدين تلعبون بالحجم اللي تبونه، تكبرونها، تصغرونه
اللي يريحكم، تخلونها متناسقة مع الويب كام. طيب إذا خلاص عجبكم الوضع، ما تبون يعني بالغلط تضغطون كذا ويتحرك، تحطونها بالموقع اللي عجبكم، تضغطون على هذا القفل، وهنا يصير إذا جيتوا تحركون ما يتحرك، يتحرك بس شوفوا تحرك اللي ورا لأني ما ثبتته، فنقفل بالقفل. الحين كيف نضيف الأسامي اللي هي مثلا توب دونيتر، أعلى داعم، آخر واحد سوى فولو، آخر واحد سوى سب، راح تحملون هذا الشيء اسمه ستريم ليبلز، مدري لابلز، ما أدري شو اسمه، الزبدة هذا اسمه. نجي للعلامة هذه اللي هي السيف، نضغط هنا. طبعا هذا يقول لكم وين تبون تحفظون الملفات عشان نقدر نحط اللي هو لاست سب، لاست فولوور، توب دونيتر اللي تحبون. راح ندخل هنا بعدين ماي ستريم ونضغط سلكت، طبعا حطوه بالمكان اللي يعجبكم. راح تجيكم ملفات على المكان اللي اخترتوا انكم تحفظون فيه، راح تجون هنا علامة الزائد، وايش راح نحط؟ تكست. اوكي تكست، اد نيو سورس، راح تضغطون على ريد فروم فايل عشان يقرا الملف. تجون عند الملف، تجون عند الملف اللي حفظتم فيه، راح نختار مثلا اللي هو مو توب سب جيفت، راح نختار مثلا لاست فولوور، راح تكون وينها موست. اوكي راح نختار اخر واحد سوى، راح نختار اخر واحد سوى فولو، موست ريسنت فولوور، نضغط هنا. بعدين هنا تختارون الخط اللي تبونه، وهنا تختارون الحجم، ومن هنا تختارون لون الخط، اي لون حابينه، وطبعا انا اخليه ابيض، هو افضل شيء ماشي مع الثيم. بعدين تضغطون اوكي، راح نسحبه الين هنا ونحطه، تلعبون تكبرون تصغرون اللي انتم حابين وين تبون تحطونه. يفضل انكم تغيرون الاسم، تسوي له رينيم، نكتب لاست فولوور عشان ما تلخبطون. دن اوكي نحطه هنا. خلاص تبون تثبتونه تقفلون القفل زي ما قلت لكم، وهكذا. بعدين تسوون اجين واحد ثاني وتحطون لاست سب، اد نيو، نجي ريد فروم فايل، براوز، بعدين نروح للموست ريسنت سب، موست ريسنت سبسكرايبر، دن، نجيبها هنا، حطها هنا، نكبر نصغر اللي تبون. لكن معلومة جدا مهمة، ما راح يتحدث، ما راح تتحدث المعلومات هذه وانتم لايف الا اذا كنتم فاتحين هذا البرنامج. لازم 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 تكونون فاتحين هذا البرنامج عشان كل ما احد سوى فولو يتحدث ويتغير الاسم من نفسه هنا. اوكي الحين كيف تجيبون اللي هي الالرت اللي تطلع بالشاشه اللي يقول لك مثلا فلان سوى لك فولو، فلان سوى دونيشن، فلان. تجون عند اد، بعدين تحطون الالرت بوكس، هذا هو اسمه alert box، تضغطون عليه تخلون اسمه alert box، مو مشكلة. نسوي done. طيب هنا تجون test follow، شوفوا مرة كبير صغروه. اوكي تحطون هنا، هنا test، هنا كله تجارب host. اوكي معلق بس معليش. bits donation، هذه الالرت بوكس. طبعا الترتيب تخلونه ترتيب كويس، لان لو مثلا حطيتوا الويب كام فوق السب، لا الويب كام سوري تحت الجيم كابتشر، راح اختفي انا، ما راح اكون موجوده. فيكون الترتيب على حسب الاشياء اللي انتم حاطينها عشان يكون مرتب ومنظم وكل شيء. طبعا اذا حابين عشان تحركون كله مع بعض، تضغطون على الاسم بعدين كنترول لاست فولوور والاوفرلي، تضغطون كذا جروب، جروب انتو فولدر تسمونه اوفرلي مثلا، دن. يصير هنا ايش لما تضغطون عليه؟ اوكي شوفوا نفتح الفولدر، نفتح هذولي، تضغطون على الفولدر
وتحركونه يقوم كله يتحرك مع بعض بدل ما تحركون واحد واحد، يصير كله يتحرك مع بعض على حسب اللعبة. عشان أنا ألعب كود وكود أحط الكام هنا، وفورتنايت أحط الكام هنا، فأريح لكم أنكم تروحون من هنا لهنا تحطونه في فولدر واحد وتبدون تحركون الشيء اللي أنتم حابين تحركونه. أوكي، الآن للكونسل راح تضغطون Add. أوكي، راح تحطون فيديو كابتشر ديفايس نفس الكام، اللي يقرأ الجيم كابتشر نفسه اللي يقرأ الويب كام، تحطون Add، بعدين تحطون إليجاتو، أنا مسميتها كذا على اسم القطعة اللي تصور من الكونسل لل بي سي، تحطون Add New Sources، بعدين نحط إليجاتو جيم كابتشر اتش دي. طبعا أنا ماني مشغلة البلاي ستيشن عشان كذا طالع إنه أوفلاين. هذه هي بس شوفوا غطت على الكام لأنها فوق الكام، نسحبها إلين تحت الويب كام. هنا أي لعبة تشغلونها راح يشتغل في هذا المكان. أوكي، وبكذا طبعا راح يكون إذا جيتم تتنقلون مثلا تبدون starting soon، أول ما يخلص، أول ما تحسون إنكم خلاص جاهزين تلعبون تضغطون على فورتنايت على طول يبدأ. نقول مثلا نبي نحط be right back again، برضو تحطون new sources be right back، then بعدين نجي نحط هنا image add، بعدين نحط be right back add new source، بعدين نجي هنا work twitch be right back boom. وهذه هنا زي ما قلت لكم هنا عشان عندي top و recent. أوكي، الآن إذا ما عندكم هذه الأشياء، طبعاً مو مهم إنه يكون عندكم هذا الشيء، بعدين إن شاء الله بعد ما تجمعون ويصير عندكم مبلغ تسوون هذه الأشياء. مهمة إنه يكون عندكم ثيم في تويتش، هذا شيء أنا أشوفه صراحة جداً مهم بالنسبة لي أنا، ما أدري يعني. تجون هنا وتحطون هذا المكان مثلاً دونيشن، نحط هذا الدونيشن. أوكي، افا راح يجيكم زي كذا الدونيشن، اسم الشخص، طبعا هنا تلعبون بالالوان تحطون اللون اللي انتم حابينه. راح يجي زي كذا يمشي في اسم الشخص وبكم تبرع لك. اوكي، تحطونه وين ما تبون، اي مكان يعجبكم. في تسوون اد، تحطون الجار، هذه الجار ايش تسوي، طبعا تختارون الشكل اللي تبون، انا اشوف هذا افضل شكل. تسحبون الجار وتحطونه مثلا هنا، هذا الجار اي احد يسوي دونيشن فولو سب يتعبى، يعني مثلا سوي كذا، ما ادري يبان ولا لا. اوكي ما يبان، بس شوفوا طلع هنا ريسب فور ايوه شوفوا طاحت لكم هنا اللي هي، بعدين نحط فولو. اي شيء يصير، اي شيء فولو سب دونيشن بيتس يبدا يطيح بالجار حقك الين ما يصير فول، بعدين يتعبى من جديد، يعني هذا كحركه بس. بعدين نحط مثلا فيور كاونتس اذا حابين تحطون كم عدد يطلع، طبعا كم عدد الناس اللي قاعد تتفرج عليك. اوكي زي كذا مثلا يجي هنا 2-3 على حسب الناس اللي قاعدين يتفرجون عليك. الشات بوكس مثلا، لو هذه الشات بوكس طبعا وين يحطونها، مثلا في البي رايت باك او بين جيم وجيم يحطونها كذا مثلا شات بوكس اد. اوكي نحطها مثلا في اي جهة، خليها كذا صغيرة، نحطها هنا. بعدين هذه الفولو جولز مثلا، كم عدد الفولورز، كم عدد الفولورز اللي تهدف انك تحصلهم لهذا الستريم مثلا او لمدة شهر. هنا يكتب لك الجول، جول اماونت مثلا 100، هنا كم اليوم، من كم لكم تحسب الجول حقك وزي كذا. اوكي ايش في بعد، هذه الايفنت ليست بعد، خلينا نحطها. دان هذه الايفنت ليست برضو، شوفوا لو أسوي تست فولو هنا يجي. أوكي راح نسوي كذا، هذه الإيفنت، هذه
هذه الايفنت ليست اللي هي مثلا اذا ما كان عندك هذا الشيء هذه كويسة جدا. انا كنت استخدمها في البداية صراحة، تحطون هي ايش تبي، لما احد يسوي لك فولو يطلع اسمه كذا في الشاشة، سبسكرايب، بيتس، دونيشن، هذه ما راح نحتاجها طبعا، هوست اللي تبون، بعدين تحطون دن، نسوي تيست دونيشن، راح يجي اسمه هنا وراح يقعد الين ما شخص ثاني يسوي. يعني هذه غير هذه، بس يجي تنبيه للناس انه سوى دونيشن ويجي معاه الكتابة اللي هو كاتبها وتروح. هذه لا، تقعد الين ما شخص ثاني يسوي 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 الين ما هي تروح. يعني نسوي كذا سب مثلا، بعدين شخص سوى فولو، بعدين شخص سوى سوالك بيتس، اسمها تشير هي مو بيتس، بعدين شخص سوالك هوست، راحت اول واحدة زي كذا. بس ترتبونها، تحطونها مثلا هنا كذا تجي مرتبة، او على الزاوية، او من فوق. بس اهم شيء، اهم شيء انكم ترتبون المنظر، هذا اهم شيء. نروح هنا عند الثيمز، هنا في اشياء فري، ستريم لابس الله يعطيهم العافيه حاطين لكم اياها. انا صراحه انصحكم كبدايه انكم تستخدمون الاشياء اللي هنا، تفيدكم مره كويسه، كويسه جدا 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 في البدايه. فتستخدمون اي شيء انتم يعجبكم من هنا، جربوا، ما انتم خسرانين شيء. تحطون انستال طبعا، وبعدين تاخذونها وتحطونها زي ما علمتكم كيف تحطونها. والآن آخر شيء، أنتم كذا جاهزين، جاهزين إنكم تبدون بث، تروحون تضغطون Go Live. طبعا قبل ما تبدون، هذا طبعا العنوان حقي هنا، راح يقولكم التايتل والجيم. لازم تحطون الجيم اللي أنتم راح تلعبونها، ما تحطون فورتنايت وأنتم تلعبون كود ولا تلعبون لعبة ثانية، لأن ممكن يجيكم باند من تويتش. فتحطون اللعبة اللي أنتم تبونها، بعدين تحطون Confirm ويشتغل البث على طول. لكن في نقطة مهمة، إذا ما كنتوا حاطين الكي راح يقول لكم حطوا الكي. راح تروحون للسيتينجز، بعدين ستريم، هنا راح يجيكم من وين تبون تبثون، السيرفر تويتش ولا يوتيوب ولا نفس الشيء اللي طلعنا في البداية. هنا اللي هو الستريم كي، طبعا ما راح نحط شو. طيب كيف راح تحصلون الستريم كي؟ تجون على قناتكم في تويتش، تروحون على الشانل، سوري مو الشانل، تروحون على الداشبورد، بعدين تجون هنا عند الشانل وتسوون كوبي، تجون هنا ستريم لابس وتسوون بيست دن، بعدين تضغطون جو لايف وتصيرون لايف. واتمنى ان شاء الله انكم تكونون فهمتوا كل شيء. إذا في أي شيء ما فهمتوا أو حابين إني أشرح لكم إياه، بليز بليز بليز، راح أكون جدا مبسوطة وراح أعلمكم كل شيء زي ما قلت لكم. طبعا كل شيء أنا أعرفه، ما راح أعلمكم شيء أنا ما أعرفه وأقعد أتفلسف، هذه الأشياء اللي أنا أعرفه. السلام عليكم متابعي وزوار قناة دايفرس العيد، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. دمتم بخير.